السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة استشارتك مع دكتور لطفي احمد. هنتكلم في فيديو النهاردة عن حاجة مهمة جدا اتسألت عنها الفترة اللي فاتت كتير، سواء كانت مربيين جديدة او كانت مربيين بيربوا من زمان، الا وهي تغذية القطط. الفيديو ده يعتبر كنز لحضرتك كمربي، سواء كنت مربي جديد او حتى مربي من زمان. هتعرف في فيديو النهاردة كل ما يخص تغذية القطط من اول سن شهرين، لان تحت سن شهرين بنكون لسه الفطام محصلش وبيكون الاكل قليل لسه. طبعا ده هنتناقش فيه في فيديو تاني. التغذية بتاعت القطط لازم تكون متكاملة، بمعنى اصح لازم يكون الطبق اللي قدام القط بتاعي متكامل غذائيا، يعني ما حطلوش الطبق كله خضار، برضو ما حطلوش الطبق كله لحم، برضو ما حطلوش الطبق كله بطاطس، لا. ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، هنعرف ازاي نظبط النظام الغذائي والوجبات، وكمان نعرف الاكل اللي ممكن القط ياكله في فيديو النهاردة كل ده، فلازم تتابعوا الاخر، وطبعا لازم تحط لايك للفيديو علشان الدعم. اول حاجة لازم حضراتكم تبقوا عارفين ان الطبق بتاع القط بتاعي لازم يكون متكون من شوية عناصر غذائية كتير. لازم يكون فيه فيتامينات، لازم يكون فيه كربوهيدرات، ولازم يكون فيه برضو بروتين، والاكتر هو البروتين، وبالاخص في السن القليل، لان السن القليل بيكون لسه بيبني جسمه، فمحتاج كمية بروتين اكتر علشان يبني جسمه وخاصة العضلات. فلازم يبقى فيه نظام وبالانس كده ما بين الطبق بتاع القط بتاعي، يعني الطبق بتاع القط لشهرين هيختلف تماما عن الطبق بتاع القط اللي عنده سنتين، وده اللي هنعرفه برضو في فيديو النهاردة. الطبق بتاع القط بتاعي زي ما قلت لازم يكون محتوي على مصدر فيتامينات كويس جدا. ايه هو مصدر الفيتامينات؟ هو زي الجزر وزي الكوسة. طيب هل الاكل التاني مفيش فيه فيتامينات؟ لا فيه، لكن انا بقول الاكثر، يعني الاكل اللي فيه اكثر كمية فيتامينات الكوسة والجزر ومسموح للقطط. تنبيه، طب ايه الاكل اللي فيه بروتين؟ فراخ، لحم، بيض، زبادي، فول، فاصوليا، ولوبيا. التلاتة الاخر اللي هما الفول والفاصوليا واللوبيا دول لازم حضرتك تسلقهم وتقشرهم. هو احنا متفقين ان لازم يكون الاكل بتاع القط مسلوق تمام من غير اي اضافات ولا حتى الملح، مسلوق فقط بماء علشان القط ما يتعبش منه، ما يبداش يراكم املاح في المثانه ونبدا نحصل في مشاكل كتير، فالاكل يكون مسلوق بس. طيب ده كده مصدر البروتين. طب مصدر الكربوهيدرات ايه يا دكتور اللي انا ممكن اكل القط بتاعي منه وما يضروش برضو بكميات معتدله؟ البطاطس، الرز، والمكرونه، والشوفان، اربع حاجات مصدر كربوهيدرات كويس جدا. حاليا في نظريات بتطبق على البطاطا، لكن مفيش اي اثباتات تدل ان البطاطا لسه تنفع او ما تنفعش، ولا الكميه بتاعتها تنفع ولا ما تنفع. هو ده كان بالنسبه المفروض الطبق يكون محتوياته ايه. طب ابدا بقى انظم الطبق ازاي؟ هبدا انظم الطبق عن طريق، وليكن ده الطبق بتاعي، هقسمه اربعه كده. النص هيكون فيه البروتين، والربع كربوهيدرات، والربع التاني فيتامينات. نركز تاني علشان الحته دي مهمه جدا لحضراتكم. وليكن الطبق بتاعي كده، هقسمه أربعة، النص ده كله هيكون بروتين، الربع ده كربوهيدرات، والربع ده فيتامينات. ده الطبق اللي المفروض القط الصغير يبدأ ان هو ياكله، يعني من بعد سن شهرين تلات شهور يبدأ ان القط ياكل الحاجات دي، وخاصة البروتين، لان زي ما قلت جسمه بيبدأ يتبنى ويبدأ يبني عضلات، على عكس القط الكبير اللي بيكون خلاص الاجهزة الداخلية بتاعته اجهدت، فاحنا مش عايزين نزود كمية او نسبة البروتين في اكله علشان نريح الكبد، لان كتر البروتين يقلل الكبد. علشان كده لو لا قدر الله عند حضرتك قط عنده الكبد، اول كلمة الدكتور بيقولها نحاول نقلل من البروتينات شوية، لان الكبد بيجهد في هضم. لان الكبد بيجهد من البروتينات. طيب اعرف ازاي يا دكتور الاكل ده مناسب للقط بتاعي ولا مش مناسب للقط بتاعي؟ انا بتكلم بقى في المطلق مش سن محدد. هنظم لحضراتكم الوجبات في الاخر خالص، فطار وغدا وعشاء، فلازم تتابع للاخر. الاكل المسموح للقط بتاعي كتير جدا، ممكن حضرتك تنظمه عن طريق حاجات كتير. ازاي يعني؟ القط بتاعي مسموح انه ياكل بطاطس، مسموح انه ياكل كوسة، مسموح انه ياكل جزر، مسموح انه ياكل فراخ، لحمة، زبادي خالي الدسم، لبن خالي من اللاكتوز، البيض،
سيريلاك، وبالاخص السيريلاك ده في السن الصغير لان بيبقى لسه بادئ ان هو ياكل وعادي جدا. لكن اذا جبت سيريلاك بلبن يبقى لبن خالي من اللاكتوز، اذا سيريلاك من غير لبن يبقى مفيش اي حاجه مضافه. ممكن ياكل فول، فاصوليا ولوبيا، ولكن كل دول مسلوقين بدون اي اضافات، ويفضل لو نشيل قشر وخاصه بتاع الفول علشان ما يتعبش المعده، لان الجهاز الهضمي مش بيقدر يهضم الفول. كتير جدا بيقول يا دكتور انا شربت القطه بتاعتي لبن جاموسي او بقري ومحصلش اي حاجه، وحضرتك بتقول لازم لبن خالي من اللاكتوز لاما هيتعب. اقول لحضرتك ان وارد يشرب لبن وما يتعبش، حصلت كتير جدا، لكن انا مضمنش هيتعب امتى وما يتعبش امتى. فدايما بقول قاعده ماشي بيها في علاج الحالات ايا يكن ايه، الحاجه اللي تتعب القط 1% ما تترددش انك تمنعها. بس هي دي الفكره، الفكره انك عارف ان الحاجه دي هتضر القطه هيبقى ما تديهاش. لازم لبن خالي من اللاكتوز علشان القطط مش بتقدر تهضم السكر اللاكتوز، لانه بيتراكم في معدتها، يبدا يعمل اسهال، يبدا يعمل امساك، يبدا يعمل انتفاخ، وبالتالي ممكن القط وهو بيشرب اللبن العادي اللي فيه لاكتوز يبدا يخرج اللبن من الانف. فالحاجات دي كلها غلط جدا. كده احنا عرفنا الاكل المسموح اللي القطط تقدر تاكله، والشوفان طبعا تقدر تاكله عادي جدا. ايه بقى هو الاكل المضر اللي بعض الناس عارفه ان هو صالح؟ يعني برضو زي ما قلت الحاجة اللي القطط بتنفع تاكلها، لازم اقول الحاجة اللي القطط ما ينفعش تاكلها لانها متعب. اول حاجة ناس كتير مش عارفة ان هي مضرة هو اللانشون. اللانشون من اكتر الحاجات اللي بتضر، او اللحوم المصنعة بمعنى اصح. اللانشون بيعمل 5 حاجات فظاع جدا، بيعمل ديداء، بيعمل صعاع، بيعمل توكسوبلازما، وممكن يخلي القط يرجع، وممكن يخلي القط يسهل. ده بجانب بقى الحاجات العرضية التانية اللي هي مش قادر ياخد نفسه، عنده خمول، فاقد الشهية، الحاجات دي كلها بتحصل لما القط ياكل لانشون. نبعد كل البعد عن اللانشون يا جماعة، لأن اللانشون مضر. اللانشون مضر وحذرت منه أكتر من مرة. بيعمل 5 حاجات، و5 حاجات مش سهلة. يعني لما يكون القط بتاعي عنده توكسوبلازما أكيد لازم أقلق كأنثى حامل مش كمربي ذكر، لأن الأنثى الحامل إذا اتنقلت ليها عدوى التوكسوبلازما هيبدأ في إجهاض وتشوه الأجنة. دي نركز في الحتة دي. طب السعار، السعار خطر سواء كان على طفل أو كبير أو أنثى أو رجل. السعار مش بيخلي حد، فلازم ان احنا ناخد بالنا من النقطة دي. وطبعا الديدان، يعني لو كانت القطة واخدة بتاعتي الأسبوع اللي فات جرعة الديدان وخلاص مطمن وأكلتها لانشو النهاردة، هيجي ديدان يبقى لازم تطعم تاني. فدي نقطة حابب اوضحها لحضراتكم. اللانشون من الكوارث اللي المربيين بتأكلها القطط بتاعتهم. ده كده الاكل، اول اكل مش مسموح للقطة. البصل والثوم، وخاصة لو كانوا نيين، البصل والثوم بيعملوا تسمم وتكسير لكرات الدم الحمراء اللي موجودة في جسم القطة. فغلط جدا وصعب قوي ان القطه تاكل البصل والثوم، لان ممكن يحصل تسمم، ولا قدر الله لو مش عارفين ايه هو علاج التسمم هيبدا ان القط يروح ويضيع من ايدين، وخاصه لو كان البصل والثوم نيين، وخاصه برضو لو كنت حضرتك عامل تتبيله سمك وحشيت السمك بصل وثوم والقط اكل منه. ناخد بالنا كويس جدا من الحاجات والنقط دي كلها، ولازم ان احنا نحافظ على القط بتاعنا بقدر الامكان. كل اكل مخصص، ما تقوليش بقى ان القطه بتاعتي يا دكتور صارت عليا وشافتني وانا باكل كذا فديتها. كتير جدا بيقول لي القطه بتاعتي انا كنت باكل شوكولاته وصارت عليا فديتها حته صغيره وما حصلش حاجه يا دكتور. ماشي، وارد، مش كل انواع الشوكولاته ممكن تعمل تسمم، ولا كل انواع القطط والكلاب هتتسمم من النوع ده. فلازم تاخد بالك زي ما قلت 1% شاكك ما تديش. الشوكولاتة من أكتر الحاجات اللي ممكن تعمل تسمم، لأن القطط زي ما متعارف عليه ما عندهاش بنكرياس. غلط، القطط عندها بنكرياس لكن ضئيل في الحجم، فمش بيطلع كمية الأنسولين كفاية إن هي تكسر السكر اللي داخل الجسم. دي الفكرة، لكن مش مسألة ما عندهاش بنكرياس، لا هي عندها، وده اللي معظم الناس فاكرينه. فالسكريات غلط غلط غلط. البسبوسة، السكريات، الحلويات، أي حاجة مسكرة على القطط غلط، إلا في حالة انخفاض درجة الحرارة. ممكن هنا نستعين بزبادي مع عسل نحل ويكون عسل طبيعي. يعني يا دكتور حد يسألني إيه هي الحالة الوحيدة اللي القطط تاكل فيها سكريات؟ سكريات إيه كمان؟ ده سكريات طبيعية.
اللي هو عسل النحل. الحالة دي الوحيدة اللي القطط بتاكل فيها سكريات، عند انخفاض درجة الحرارة محتاجين حاجة تولد حرارة أو طاقة في الجسم عشان جسمها يدفى تاني، بنأكلها زبادي بعسل نحل وبكميات تكون محددة جدا، الدكتور هو اللي بيحددها بناء على درجة الحرارة والسن والوزن. ايه تاني اللي ممنوع غير اللانشون والبصل والثوم والسكريات؟ الزبيب والعنب ومعظم الفاكهة. زي ما اتكلمت في لايفات وفيديوهات فايتة كتير ان من اكتر الحاجات اللي بتضر هي ان القطط تاكل فاكهة بدون حساب، يعني ما كنش عارف ان الفاكهة دي مضرة ولا مش مضرة واديها القط بتاعي، اروح اكله عنب، اروح اكله زبيب، الحاجات دي كلها مضرة. معظم الفاكهة ما تاكلهاش القطة بتاعتك، اللي ممكن نتهاوت فيه في الفاكهة هو البطيخ بس. البطيخ من اكتر الفاكهة الامنة على القطط لاحتوائه على كمية عالية جدا من الماء، ويفضل لو يتاكل في الصيف اكتر علشان ترطيب جسم القطة. انما اكتر من كده كفاكهة بلاش. طيب ايه تاني يا دكتور الممنوع؟ من الكوارث اللي الناس بتعملها هي ان بتاكل القطة عظم. القطط غير الكلاب، يعني قارن كده ما بين فك القطط وما بين فك الكلاب. اسنان الكلب شديدة وقوية وكبيرة، فممكن هي تاكل العظم الصغير كمان مش الكبير وتطحنه، انما القطط لا ما بتقدرش، بتبلع على طول. حتة ان القطط بتبلع على طول فممكن يحصل مشاكل كتيرة جدا، ممكن يحصل ان العظمية تقف في الزور، تعمل انت اختناق، ممكن تحصل ان العظمية تقف في الزور ويحصل اختناق، ممكن ان العظمايه تقف في الزور او المريء وتعمل اختناق، تخلي القط يرجع بس هو مش بيرجع، يعني تديه احساس ان هو عايز يرجع بس مش عايز يرجع، يجرح المريء، تجرح المعده، تجرح الامعاء، تنزل دم من فتحه الشرج نتيجه للجهاز الهضمي ان هو اتجرح، او القط يرجع دم. كل دي مشاكل ممكن تحصل بسبب ان القط بتاعي اكل عظم وانا ما كنتش عارف ان العظم ممنوع يا دكتور. زي كنت بطبق مثلا زي الكلاب، انا كنت عارف ان الكلاب بتاكل هياكل وعظم وكذا وقلت اجرب في القطط. لا، حضرتك نويت انك تربي قطة لازم تبقى عارف ان دي مسؤولية منك، هتكون طفل صغير طول عمرها. هل الطفل الصغير اللي طول عمرها ده بياكل عظم؟ بس دي الفكرة، الفكرة ان القطط بتتعامل معاملة الاطفال الصغيرة، فلازم ان حضرتك تراعي ان هي ما ينفعش تاكل عظم ايا كان حجمه ايه. ممكن نتجاوز انه يكون صغير خالص زي الرجول بتاعت الفراخ، يعني الرجول بتاعت الفراخ عبارة عن رجل كده والصوابع، ممكن نتغاضى عن الصوابع دي لكن الافضل تتشال، طبعا العظمية دي لازم تتشال. الفكرة بتاعت العظم ممنوع ليه ومش ممنوع ليه؟ ممنوع في حالة القطط منعا باتا، انما في حالة الكلاب ممكن نتجاوز وياكل علشان السنان والعظم يقدر يطحن. دي كده يعتبر خامس او سادس حاجة من الممنوعات. طب في حاجات تانية ممنوعة؟ التوابل. التوابل من اكتر الحاجات الممنوعة للناس، كتير بتقول القط بتاعي مش بيعرف ياكل الا ما احطله ملح، الا ما احطله شوية فلفل اسمر. لا غلط، كتر التوابل هيعمل قرح والسر، اللي هي القرح يعني في المعدة، وممكن توصل للمريء، فاحنا في غنى عن كل ده. طب يا دكتور ايه هي الاضرار بتاعت القرح اللي موجودة في المعدة؟ اضرار القرح بتاعت المعدة هو ان القط يفقد الشهية، ان القط يحاول ان هو يرجع ويرجع الاكل غير مهضوم، ان القط اصلا مش قادر ان هو ياكل، بيتوجع، بيروح يشمشم الاكل وما ياكلش. كل دي اسباب تدل ان القط عنده قرح. طب الكرة حاجات منين وانا محافظ على اكله؟ وي 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 جات ان حضرتك بتاكل في اكل فيه توابل. التوابل من اكتر الحاجات الممنوعة، فلازم ناخد بالنا ان التوابل من الممنوعات. ايه تاني اللي ممنوع؟ زي ما اتكلمت برضو اللبن العادي، ده يعتبر ابرز الحاجات الممنوعة بالنسبة للقط بتاعي. يبقى كده عرفنا ايه القط مسموح ان هو ياكل ايه ومش مسموح ان هو ياكل ايه. مسموح ان القط ياكل بطاطس، جزر، كوست، رز وشوربه بدون توابل، مكرونه مسلوقه بيضه، فراخ، لحمه، بيض، زبادي خالي الدسم، لبن خالي من اللاكتوز، فول، فاصوليا ولوبيا، والثلاثه دول مسلوقين فقط وازاله القشر بتاعهم علشان ما يتعبش الهضم. ايه اللي ممنوع يا دكتور؟ الممنوع سكريات، حلويات، شوكولات، عنب، زبيب، توابل، عظم، لبن عادي، الحاجات دي كلها ممنوعة، وخاصة الدهون. الناس اللي بتقول لي يا دكتور القطة بتاعتي مش بتاكل بيض فبقليهولها فبتاكله، غلط.
اي ماده دهنيه غلط على القطط. طيب كده عرفنا الاكل المسموح والاكل اللي مش مسموح. هبدأ بقى انظم الوجبة ازاي بتاعت القط. والله لو القط فوق الشهرين زي ما قلت لازم نزود كمية البروتين في اكله، فنخلي نص الطبق بروتين والربع كربوهيدرات والربع التاني فيتامينات. ما اقدرش اقول لحضرتك الطبق قد ايه او الوزن قد ايه، لا، علشان القطط بتختلف من اكل لاكل، يعني قط ده ياكل اكتر من القط ده، قط ده نوعه ياكل اقل من القط ده، فدي حاجه نسبيه ما بينك وما بين حضرتك، تشوف القط اتعود على ايه وتبدا تاكله. دي اول نقطه. تاني نقطه، القطط الكبيره في السن تقلل نسبه البروتين عندها علشان ما نجهدش الكبد اكتر، يعني ممكن تخلي بس ربع بروتين بس وبقيه الطبق خضار وكربوهيدرات، عادي جدا علشان نقلل نسبة البروتين، لان الكبد مش عايزينه يجهد اكتر علشان نحافظ على صحة القط بتاعي بقدر الامكان. القط بتاعي يا دكتور كان متعود ان هو ياكل اكل ايام زمان ودلوقتي ما عادش متعود، لازم يكون في سبب لده. يعني لو حضرتك بتحط الاكل 24 ساعة ده غلط، لازم ان الاكل يتحط في مواعيد ووجبات. طيب مواعيد وجبات ازاي يا دكتور؟ انا مش عارف احدد على القط بتاعي. هديلك قاعدة تمشي عليها اساسية، تحطها حلمة في ودنك، تحطها حلقة في ودنك. قاعدة ايه؟ تقسم السن بتاع القط، يعني لو قط تحت الست شهور، لو قط فوق الست شهور، لو قط عدى السنة او السنة ونص. لو قط تحت ست شهور محتاج كمية اكل كتيرة زي ما قلت لانه بيبني جسمه وعايز نموه وحاجات كتيرة جدا، فتحت ست شهور ياكل من 3 لـ4 وجبات وفي مربين بيأكلوا 5 عادي. طول ما القط مع حضرتك قابل ان هو ياكل، نفسه مفتوحة على الاكل لكن في مواعيد محددة، تمام ياكل. انما ما حطش الاكل 24 ساعة واقول ما بياكلش، ما هو طبيعي ما ياكلش علشان الاكل متوفر قدام 24 ساعة. من 3 لـ4 وجبات. طب من 3 لـ4 وجبات يعني كل قد ايه برضو يا دكتور؟ من 3 وجبات يعني كل 8 ساعات، 4 وجبات يعني كل 6 ساعات. القط عدى 6 شهور يا دكتور وحبيت ان انا انظم الاكل برضو وهقلل عن 3 أو 4 وجبات، يبقى وجبتين لـ3 وجبات. وجبتين يعني كل 12 ساعة، 3 وجبات يعني كل 8 ساعات. لما القط عدى السنة ووصل لسنة ونص، لا نقلل بقى خالص تبقى وجبتين. طب هل يا دكتور القط ممكن يعيش على وجبة واحدة؟ اقول لك لا قطعيا، القطط مش بتقدر تعيش على وجبة واحدة على عكس الكلاب. القطط مش بتقدر تعيش على وجبة واحدة على عكس الكلاب. الكلاب ممكن تقضي يومها كله بوجبة واحدة بس، انما القطط لا، اقل حاجة في اليوم خالص لازم تاكل وجبتين. انا بتكلم في السن الكبير. يبقى قاعدة كمان خدها، كل ما سن القط زاد كل ما عدد الوجبات هيقل. كل ما سن القط زاد كل ما عدد الوجبات هيقل، دي حاجة طبيعية جدا ونورمال ان القط كل ما سنه زاد كل ما عدد الوجبات يقل علشان نريحه، زائد ان ما عادش محتاج حاجة لبناء جسمه، كل اللي هو محتاجه علشان يعيش فقط. ده بالنسبة للأكل. طيب وعرفنا برضو تنظيم الوجبات بالمواعيد والكميات، وعرفنا الأكل المسموح واللي مش مسموح، وعرفنا كمان الوجبة بتاعت القطة تتكون ازاي. طيب بالنسبة للسن الصغير خالص بقى، يعني اللي عدى شهر، احنا عارفين طبعا القطط بتولد بتفضل ترضع لحد سن شهرين ونص 3 وبعد كده بيبدأ فطام. لحضرتك اللي بتفطم، لإما القطة اللي بتفطم، ده أو ده. طيب دكتور بعد ما القطة تعدي الشهر أأكلها إيه؟ أو نخلي صيغة السؤال حاجة تانية، دكتور أبدأ أكل قطط صغيرة إمتى؟ تبدأ تأكل قطط صغيرة بعد ما يكسروا سن الشهر. بعد ما القطط تكسر سن الشهر هتبدأ تأكلهم جنب الرضاعة، زائد أهي، تبدأ تأكل قطط صغيرة جنب الرضاعة. ما قلتش نمنع الرضاعة ونخش في الأكل على طول، لا طبعا، اولا بيكون لسه مفيش اسنان طلعت، ثانيا بيكون لسه القطه ما اتعودتش على الاكل، ثالثا بقى ان اللبن بتاع الام فيه اجسام مضاده، فيتامينات، املاح معدنيه، حاجات كتير جدا القط في احتياجها، وطبعا المناعه. فلازم اول ما القط يكمل سن شهر هبدا اكله جنب الرضاعه. ابدا اكله ايه؟ الاكل اللين المهروس، سيريلاك ماشي، بطاطس ماشي، جزر ماشي، رز وشوربه بدون توابل ماشي، مكرونه مسلوقه بيضه ماشي، حته فراخ، حته لحمه ماشي، كل ده مسلوق ومهروس.
طيب الهرسة ناعمة ولا هرسة خشنة؟ أقول لك تتوقف على، والله لو القط لسه مفطوم لسه مكمل شهر، والله لو القط لسه مكمل شهر لازم الأكل يكون مهروس خالص وأنا اللي أكله بإيدي كده علشان أعوده على الأكل وأحفز طلوع الأسنان. إنما لما القط يكبر يبقى شهر ونص شهرين، لأ ههرس هرسة خفيفة، يعني ممكن أهرس النص وأسيب النص التاني وأخلطهم على بعض علشان يبدأ القط يتعود إن هو ياكل لوحده. عند سن شهرين ونص 3 شهور بحد اقصى خالص لازم القط يتفطر علشان الناحيتين، يعني علشان الكيتنز ما يتعبش وعشان برضو القطه الام ما تتعبش، لان خلاص وتلات شهور ما عادش. انتوا عارفين ان عمليه انتاج اللبن في القطه الام محتاجه مجهود كبير جدا ومجهود وعناصر غذائيه كتيره جدا وطاقه من الام كبيره جدا، يعني عمليه انتاج اللبن عند الام مصنع. فاقصى حاجه 3 شهور علشان نبدا نريح الام تاني عشان لو طلبت زواج تسترد صحتها. انما هقعد لحد 5 شهور زي ما بشوف في ناس عادي جدا بتقعد 5 شهور ترضع، تخلي الكيتنز يرضعوا 5 شهور، غلط طبعا. اقصى حاجه 3 شهور، بعد كده حضرتك تفطم لو هي الام ما فطمتش. طب ده بالنسبة للغلط اللي على الام. الكيتنز بقى ان ممكن ما تلاقيش لبن اصلا نازل، زائد ان النبلز او الحلمات بتاعت الام هتبدأ ان هي تلتهب لان خلاص القط كبر على الرضاعة. ده كده كان بالنسبة لفيديو النهاردة، استنوني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله نتكلم عن عملية الرضاعة والام البديل او القطط اليتيمة ازاي اعتني بيهم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، يا ريت تكونوا استفدتم ولو بمعلومة واحدة. طبعا يا جماعة ما ننساش نحط لايك للفيديو ونعمل شير للفيديو علشان الاستفادة تعم والكل يشوف الفيديو ويبدأ يستفيد، وبالأخص الناس المربية جديدة او الناس اللي هتربي قطط جديدة او الناس اللي ما عندهاش المعلومات الكافية علشان الوعي يزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.